بعد وفاة مواطن الداخلية تضبط 3 أطفال ألقوا أكياس مياه على السيارات بالإسماعيلية. الخبر بيقول تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة إلقاء أكياس مياه على السيارات بالإسماعيلية. احنا قبل كده كنت عاملة فيديو برضو كانوا بيلقوا أكياس مياه على السيارات، بس كان في بورسعيد والداخلية برضو ضبطتهم. هنا في الإسماعيلية عقب تداول منشور على موقع فيسبوك يتضمن وفاة أحد المواطنين بسبب ملاحقاته لبعض الصبية لقيام عشان هم قاموا بإلقاء أكياس مملوءة بالمية على مجموعة من الأشخاص. وقالت وزارة الداخلية في بيان السبت عقب رصد تداول منشور على موقع فيسبوك يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعض، يعني كانوا بيلقوا أكياس المية على بعضهم بيهزروا فبيحدفوا بعض بكياس المياه دي، وكمان في بعض منهم رمى أكياس المياه دي على مجموعة من الناس كانوا قاعدين في أحد المحلات. وبعدها على طول قام واحد من اللي قاعدين وجرى وراء الأطفال دول عشان يمسكهم، فأصابوا أزمة قلبية وتوفى في الحال. تم تحديد الصبية مرتكب الواقعة، هم 3 مقيمين بمحافظة الإسماعيلية. وأضافت المنشور عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقع أثناء قيامهم باللهو على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.